يا سيد البروتوكول الثاني ما بين وزارة التربية والتعليم وأيضا شركة النصر لصناعة المكونات والمنتجات والمتمثلة في الأستاذ محمد أحمد وأيضا شركة إيجي ترافل الصناعات الكهربائية المتمثلة في المهندس عاطف عبد الوهاب. فليتفضل. الثالث ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة شركات طلعت مصطفى يوقع البروتوكول المهندس شريف غنيم نائب رئيس مجلس شركات طلعت مصطفى. فليتفضل. التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة العربي للصناعات الهندسية والمتمثلة في الأستاذ مدحت محمود العربي رئيس مجلس إدارة شركة العربي. فليتفضل. البروتوكول الخامس والأخير ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة السويدي إلكتريك والمتمثلة في المهندس أحمد أحمد صادق السويدي العضو المنتدب للشركة. فليتفضل. Thank you.